بعد موجة الجفاف التي ستنهي العالم كما نعرفه الآن، نقوش غريبة تنذر بالشؤم الذي سيحل على أوروبا. كشاف آثار للمخلوقات الأولى التي عمرت على سطح الأرض. تواجه القارة الأوروبية موجة جفاف شديدة أدت إلى تقلص مستوى الأنهار، وكشفت عن صخور منحوتة منذ قرون، وهي تحذر الأجيال المقبلة من الأوقات الصعبة المقبلة. وذكر موقع بيزنس إنسايدر أن الصخور التي يعود تاريخها إلى قرون والمعروفة باسم أحجار الجوع ظهرت مرة أخرى الأسبوع الماضي مع انخفاض مستوى الأنهار في أوروبا بسبب الجفاف. وظهرت إحدى هذه الأحجار على ضفاف نهر إلبه الذي يبدأ في جمهورية التشيك ويتدفق على ألمانيا، ويعود تاريخ الصخرة إلى عام 1616، وهي محفورة مع تحذير باللغة الألمانية مفاده إذا رأيتني فابكي. وفي دراسة أجريت سنة 2013 قال فريق من الباحثين التشيكيين إن هذه النقوش حفرت خلال سنوات المشقة وهي تحذر من عواقب الجفاف. وأضاف الباحثون أن النقوش تعبر عن أن الجفاف تسبب في ضعف المحاصيل ونقص الغذاء وارتفاع الأسعار والجوع للفقراء، وقد تكرر حدوثه خلال أعوام عدة قبل عام 1900. ويعد هذا الجفاف الأسوأ منذ 500 سنة، وظهرت هذه النقوش على السطح آخر مرة خلال جفاف سنة 2018. وهذه الحجارة ليست الخبايا الوحيدة التي ظهرت في الأنهار الأوروبية بسبب الجفاف، حيث أدى جفاف أحد الأنهار في ولاية تكساس الأمريكية إلى اكتشاف آثار أقدام للديناصورات عاشت قبل حوالي 113 مليون سنة. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، كانت هذه الآثار العميقة مغمورة بالماء ومطمورة سابقا ومليئة بالرواسب مما ساهم في الحفاظ عليها، لكنها ظهرت بعد جفاف النهر. وأوضحت ستيفاني سالينس غارسيا المسؤولة في إدارة المتنزهات والحياة البرية في تكساس أن ظروف الجفاف الحاد هذا الصيف أدى إلى تجفيف النهر تماما في معظم الأماكن، مما كشف عن آثار جديدة في المتنزه. هذا الاكتشاف أفرح العاملين في متنزه وادي الديناصورات دينوزار فالي الواقع بالقرب من مدينة دالاس، ويحمل هذه التسمية نظرا إلى وجود عدد كبير من آثار الديناصورات فيه. ووفقا لتعليق أرفقه المتنزه بهذه الصورة التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد يكون هذا الاكتشاف الجديد أحد أطول سلاسل آثار أقدام الديناصورات في العالم، كما بدأ بعض المتطوعين تنظيفها لكي تظهر بوضوح أكبر. شرحت سالينس أن معظم الآثار التي اكتشفت أخيرا في النهر تعود إلى ديناصور من وحشيات الأرجل من نوع أكروكانثوسور، ويمكن أن يبلغ طوله 5 أمتار ووزنه 7 أطنان. وتوجد آثار أخرى لديناصورات من نوع سوروبوسيدون التي يبلغ وزنها 44 طنا ويصل طول رقبتها إلى 18 مترا. وأشارت إلى أن تاريخ آثار الديناصورات في المتنزه يعود إلى 113 مليون سنة. دمتم في رعاية الله وحفظه.